بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين، تأليف الشيخ محمد بن علان الصديقي الشافعي الأشعري المكي. وضع بأعلى الصحائف كتاب رياض الصالحين للإمام محي الدين أبي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمهما الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهما وعلوم مشايخهما وتلامذتهما في الدارين، آمين. الحديث التاسع في باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم. وعن ميمون بن أبي شبيب رحمه الله أن عائشة رضي الله عنها مر بها سائل فأعطته كسرة، ومر بها رجل عليه ثياب وهيئة فأقعدته فأكل. يعني جاء لها واحد شحات كده، شكله شحات ثيابه رثه، ادته كسر خبز ومشي. جاء لها واحد تاني لابس ايه؟ لبس قبها وبيسأل، فقعدته وجابت له الاكل. فتعجبوا، اشمعنى ده اديت له لقمه ومشي، واشمعنى ده قعدتيه؟ كويس. فقيل لها في ذلك فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: انزلوا الناس منازلهم. رواه ابو داود، لكن قال: ميمون لم يدرك عائشة. وقد ذكره مسلم في أول صحيح تعليقا، فقال: وذكر عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ننزل الناس منازلهم. وذكره الحاكم أبو عبد الله في كتابه معرفة علوم الحديث، وقال: هو حديث صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه، وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته، كهولا كانوا أو شبانا. فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، لك وجه عند هذا الأمير، فاستأذن لي عليه. فاستأذن له، فأذن له عمر رضي الله عنه. فلما دخل قال: هي ابن الخطاب. هي دي كلمة تحديد، تهديد يعني. يعني لما تخش على واحد كده يقول له: ايه اللي انت عامله ده؟ فهمت ازاي؟ فبقى ما تقول له: ايه اللي انت عامله ده؟ تقول له: هي يا ايها الرجل. اول ما هي دي يعني معناه هتقول كلام ايه يعني بتنتقله بقى انتقاد لازع يعني، فاهم؟ فقال له ايه؟ هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. الله، ده انت بتستأذن على عمر عشان تروح تقول له كده حاجه؟ ما اصل كان عيينة بن حصن ده كان اسمه ايه؟ الاحمق المطاع، احمق ومطاع في قومه يعني. يعني كان عنده جيش 60,000 تحت امرته، فكان من حمقه النبي كان ايه؟ يبش له، واخد بالك ازاي؟ علشان ياخدوا على قد عقله بدل ما يقومها حرب وحريقه، واخد بالك؟ صلى الله عليه وسلم، من باب المداراه يعني. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم ان يوقع به، فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. ووالله ما جاوزها عمر رضي الله عنه حين تلاها عليه، وكان وقافا عند كتاب الله، عند كتاب الله تعالى. رواه البخاري. وعن أبي سعيد سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما، فكنت أحفظ عنه، فما يمنعني من القول إلا أن هاهنا رجالا هم أسن مني. متفق عليه.
وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه. رواه الترمذي وقال غريب. نقرأ الشرح. وعن ميمون بفتح الميم الأولى وسكون التحتية ابن أبي شبيب بفتح المعجمة وكسر الموحدة بوزن حبيب، يبقى شبيب على وزن حبيب وعلى وزن قريب وعلى وزن بعيد وهكذا، يعني فعيل يعني. وهو الربعي أبو نصر الكوفي. قال الحافظ في التقريب: صدوق كثير الإرسال. يعني كثير الإرسال يعني بيسقط الأسانيد، يعني يقول الخبر عمن لم يسمعه، يبقى اسمه بيرسل الكلام. زي مثلا اقول لك انا كده وانا قاعد معاك، وانا اصلا ما بقعدش مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اصلا ما بقعدش معاه. هم اللي قال عبد الفتاح السيسي، طب جبتها انا منين يعني؟ اذا كنت انا ما بقعدش معاه يبقى انا برسل اليه، يعني بسقط الاسانيد. فهمت بقى ازاي؟ او اقول لك قال شيخ الازهر الشيخ احمد الطيب، وانا اصلا الشيخ احمد الطيب ما يعرفنيش ولا بقعد معاه، هجيبها منين يعني؟ اكيد جبتها عن طريق وسائط، هو مسقط الواسطه، يسموه ارسل الخبر. يبقى ارسل الخبر يعني اسقط واسطه السماع، وده من جنس الضعيف، لانه قد يكون الساقط غير موثوق فيه. فهمت بقى ازاي؟ فيبقى الارسال من جنس الضعيف. واضح الكلام؟ فهمت يا سيدي علم الحديث لما يقول لك ايه؟ حديث مرسل يبقى من جنس الضعيف. يعني اسقط ايه؟ اسقط يعني حصل ايه؟ في نوع من الانقطاع، مش مسلسل الاسناد. عشان كده يعني قال ايه لما يروي الحديث؟ قال ايه؟ وعن ميمون بن ابي شبيب ان الله، ده فيها ان، لا ما قالش عن عائشة ولا قال سمعت عائشة، ده قال ان. يبقى الحديث المؤنن يدل على الارسال، المؤنن اللي هو يقول ايه؟ ان فلان قال كذا. لما يقول ان فلان قال كذا يبقى ده حديث مرسل. ما نعرفش جاب الخبر ده منين، قراه في الجورنال، سمعه في السي ان ان ولا في السي ان اكس ولا في اي حاجه، ما نعرفش. فهمت بقى ازاي؟ يبقى عرفت يعني ايه بقى ايه صدوق كثير الارسال؟ عرفت يعني ايه كثير الارسال؟ من الثالثه، لان التابعين بيقسموهم طبقات، طبقه اولى اللي هم التابعين الكبار اللي شافوا كثير من الصحابه، والايه والوسطى اللي شافوا قله من الصحابه، وايه والثالثه اللي شاف صحابي واحد او اثنين وخلاص. دي طبقات. مات سنة 83 في وقعة الجماجم. وقعة الجماجم دي كان حصلت ثورة كبيرة ضد الأمويين من أهل الكوفة، كويس، بقيادة عبد الرحمن بن الأشعث، وكان قائد عتويل كبير قوي وأصله يمني، لكن كان محارب عتويل كبير. عتويل يعني قوي، واخد بالك، لا يبارى، وكان تحت إمرته كثير من الجند. الحجاج بن يوسف الثقفي كان تملي الكوفة والعراق والبصرة دي مقلقلة كده مع الأمويين، مش عاجبهم حكم الأمويين، علشان ايه؟ مقتل سيدنا علي واللي حصل، ومقتل سيدنا الحسين والبلاوي دي كلها حصلت هناك. فكانت ايه باستمرار اهل العراق والكوفة والبصرة والحتت دي كلها مقلقلة مع الأمويين، فكان يعملوا الأمويين يبعتوا لهم الجبابرة المجرمين يحكموه. فاحيانا ايه اما يبعتوا ليهم ناس جبابره مجرمين يحكموهم ويظلموهم فتحصل المظالم. فمن ضمن اللي بعتوهم يحكمهم ايه؟ الحجاج بن يوسف الثقفي، وده كان مشهور. لما راح لهم اول خطبه يقول لهم: انا رايت رؤوسا اينعت على القطاف وانا قاطفها. الله، دي اول خطبه يقولها لهم، يعني يقول لهم انتوا رؤوسكم خلاص زي الثمر كده وانا معايا القطاف بتاعها، يعني حبحكم كلهم. الله، ده كلام يتقال. فرعبهم الحجاج. لكن من سياسات الحجاج بقى يعمل ايه؟ لما يلاقي ناس اقوياء زي عبد الرحمن بن اشعث وناس فرسان كويسين، يقوم يقول لهم ايه؟ جهزوا نفسكم وافتحوا بلاد الكفار. يقوم يشغلهم في الفتوحات عن ان هم يعملوا قلاقل داخليه، فيبعتوا. فدي كانت طريقه الحجاج. لهم الجهاد في سبيل الله مهم، افتحوا اعملوا وايه؟ وروح بقى. وبعدين بعد ما يوديهم يجاهدوا والحمد لله خلصنا منهم. استريحنا. دي كانت طريقه الحجاج في ايه؟ في قياده هذه. فبعت الايه عبد الرحمن بن الاشعث يفتح بلاد التركمان والسند، وفعلا خرج
وعمل فتوحات رهيبة هناك، فتح بلاد كثيرة، وبعدين وحب ايه حب يستقر شوية وكفاية عليه كده عشان يلم البلاد اللي فتحها وايه ويستقر شوية ويهدئ جنوده ويعيد ترتيب جنوده عشان يفتح جديد. يقوم يجي له اوامر من الحجاج قال له لا استمر في الفتح. الله انت هتموتنا بقى، ده انت جايبنا بتبعتنا هنا عشان ننتحر. فما عجبوش الكلام، فاهم يعني؟ الجند بعد ما يفتح بلاد لازم يستريحوا شويه، شهر اثنين ثلاثه، واخد بالك، يدوج راحتهم، يزودوا عادتهم، ياكلوا دوابهم، يناموا شويه، يتدربوا اكتر كده يعني، تستقر الايه البلاد اللي فتحوها وايه ويسيسوا ناسهم، الناس الاهل البلاد لازم كده. لا ده الحجاج بعت له قال له استمر في الفتح، استمر. اه ده انت بعتني بقى عشان اموت، واخد بالك، ده انت ناوي تموتنا يا مجرم. هو فهم بقى الحركه دي، فقام خلع ايه الايه امره الحجاج وقال مش هنسمع كلامه، وقال للجند بتاعه كده، واخد بالك، ورجع مع الجند دول كلهم عشان يواجه الحجاج ويخلعه من ايه من الكوفه. فعملوا ثورة كبيرة والشعب يريد تغيير النظام الأموي، واخد بالك ازاي؟ وجم التقوا فين بقى؟ في مكان اسمه دير الجماجم. الحجاج رتب له توضيبة، والحجاج بقى قاعد مستريح، ودول جايين بعد إنهاك من بلاد بعيدة، فهمت ازاي؟ فهو برضه الحجاج شاطر يعني، هو قاعد مستريح ومبسوط وواكل شارب، ودول بقى لهم شهور بيجادوا وراجعين يقاتلوا، فقاتلهم وهو مستريح في ارضه وهم قادمين من السفر تعبانين، فقتلهم كلهم في ايه؟ في واقعة الجماجم وقضى عليهم. دي اسمها ايه؟ دير الجماجم. كان سنة ايه؟ 83. التاريخ الاموي ده مليان قتل يعني. فميمون بقى ابن ابي شبيب ده كان من ضمن الناس اللي اتقتلوا في دير الجماجم، فهمت؟ رحمه الله. أن عائشة رضي الله عنها مر بها سائل، أي متعرض بالسؤال لطلب الإحسان، فأعطته كسرة بكسر الكاف وسكون المهملة، وهي هنا القطعة المكسورة من الخبز والجمع كسر، كسدرة وسدر. ومر بها رجل عليه ثياب وهيئة، يعني راجل كده شكله كده لابس إيه؟ لبس الناس الإيه؟ الأكابر، أهل المنزلة يعني. وهي في اللغة الحالة الظاهرة، والمراد هنا حالة حسنة، فأقعدته فأكل. قال السخاوي في المقاصد ولفظ أبي نعيم في الحلية، فمر رجل غني ذو هيئة فقالت ادعوه، فنزل فأكل ومضى، وجاء سائل فأمرت له بكسرة فأكل، فقالت إن هذا الغني لم يجمل بنا إلا ما صنعناه به، وإن هذا السائل سأل فأمرت له بما يرضاه، وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. فقيل لها في ذلك بحذف الفاعل اللي ورد من أغراض حذفه، فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلوا الناس منازلهم، هو حض على مراعاة مقادير الناس ومراتبهم ومناصبهم وتفضيل بعضهم على بعض في المجالس وفي القيام والمخاطبة والمكاتبة وغير ذلك من الحقوق كما تقدم على المصنف. قال الإمام مسلم فلا يقصر بالرجل العالي القدر عن درجته، ولا يرفع متضع القدر فوق منزلته، ويعطى كل ذي حق حقه من قوله تعالى وفوق كل ذي علم عليم، وجعلنا بعضكم فوق بعض درجات، أي كده سبحانه. وهذا في بعض الأحكام أو أكثرها، وقد سوى الشرع بينهم في القصص والحدود وأشبههم مما هو معروف، يعني هم متساوون في الحدود والعقوبات الشرعية، لكن متفاوتون في المعاملات الدنيوية كل على مراتبهم، فهمت بقى؟ قال العلماء في الحديث أن العالم إذا فعل شيئا يخفى أمره وسئل عن ذلك يستدل بالحديث النبوي، إذ هو من أقوى الحجج الشرعية وهو أبلغ من ذكر الحكم بلا دليل، رواه أبو داود في الأدب من سننه. قال السخاوي ورواه ابن خزيمة في صحيحه، والبزار وأبو يعلى في مسنديهما، والبيهقي في الأدب، والعسكري في الأمثال، ومداره عندهم على ميمون. لكن قال أبو داود ميمون لم يدرك عائشة،
اي فالحديث منقطع. منقطع يعني ايه؟ يعني فيه ارسال، يعني معنى منقطع، لان ما نعرفش الواسطه بين ميمون وعائشه مين اللي وصل له الخبر ده، ما نعرفش. فاهم؟ يا الله يا كريم. قال السخاوي في كتاب الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر، ما هو السخاوي ده تلميذ ابن حجر العسقلاني، فعامل كتاب في مناقب شيخه. فاهم؟ وتعقب ابن الصلاح، أو تعقب ابن الصلاح ما ذكر عن أبي داود ابن الصلاح، اللي هو إيه؟ أبو عمرو بن الصلاح، صاحب كتاب مصطلح علوم الحديث المعروف، كتاب مشهور في علوم الحديث. وتعقب ابن الصلاح ما ذكر عن أبي داود بأن ميمون أدرك المغيرة وهو قد مات قبل عائشة، وأشار إلى أنه على شرط مسلم الاكتفاء بالمعاصرة مع إمكان التلاقي، لأن الإمام مسلم كان يكتفي بأن ده يبقى معاصر لده، ولو لم يثبت اللقاء يكفي المعاصرة في نفس العصر يعني. وأقره النووي على ذلك، وفيما أشار إليه نظر، فإن الاكتفاء بالمعاصرة محله في غير المدلس، اللي هو أصلا ما بيدلس، اللي بيدلس اللي هو بيرسل يعني. وميمون قد قال في عمرو بن الغلاس ليس بقوي في شيء من حديثي سمعت ولم أخبر أن أحدا منهم يزعم أنه سمع الصحابة، انتهى. يعني ما فيش حديث لميمون يقول سمعته أبدا، فما اللي يقول لك عن قيل قال، ما فيش سمعت ابدا. طب يا بقى انت ما سمعتش، جايب لنا الكلام ده منين؟ فاهم؟ فيخافوا منهم بقى نوعيه. ليس بقوي في شيء من حديثه سمعت ولم اخبر ان احدا منهم يزعم انه سمع الصحابه، انتهى. وصرح غيره بانه روى عن جمع من الصحابه لم يدركهم، منهم معاذ وابو ذر وعلي، فلذا قال ابو حاتم ان رواياته عنها مرسله، بل صرح أيضا بأن رواياته عن عائشة غير متصلة، وكذا قال البيهقي حديثه عنها مرسل، وقال أبو نعيم إنه ضعيف. ثم ذكر السخاوي تصحيح بعض المحدثين لروايته عن أبي ذر وعن معاذ والمغيرة، ثم قال وهذا كله مشعر بإدراك ميمون لعائشة. ثم إن الجواب عن أبي داود ممكن بأن يكون مراد أنه لم يدرك السماع منها، وجزم ابن القيم بفساد التعقب المشار إليه أي بالرواية عن المغيرة وغيره بأن ميمونا كان بالكوفة، فسماعه من المغيرة لا ينكر لأنه كان معه بها، المغيرة كان قاعد في الكوفة، بخلاف عائشة كانت قاعدة في المدينة، وانت قاعد في الكوفة سمعت عائشة من الباب وانت قاعد في المدينة، وستنا عائشة في المدينة وانت قاعد في الكوفة، فإنها كانت بالمدينة. يقول طلبتها بالموبايل، ما كانش فيه موبايلات أيامها، ما كانش فيه موبايلات يا ابني أيامها. قال وأئمة هذا الشأن لهم أمر وراء المعاصرة، على أن الحافظ العراقي قال لم يأتي في خبر قط إدراك ميمون للمغيرة، بالرغم أن الاثنين كانوا في الكوفة، إنما أخذه ابن الصلاح من رواية مسلم في المقدمة عنه عن المغيرة حديثا استشهادا، وقال فيه إنه حديث مشهور، ثم أشار السخاوي إلى أن من ذكر رواية موقوفا عليها، وقد ذكره مسلم في أول صحيح تعليقا. إيه التعليق اللي هو إيه؟ حذف أول الإسناد زي ما قلنا امبارح، مش كده برضه؟ قال التعليق، وهو في مسلم قليل جدا. فقال وذكر بالبناء المفعول عن عائشة، قال المصنف هو بالنظر إلى أن لفظه ليس جازما لا يقتضي حكمه بصحته، وبالنظر إلى أنه احتج به وأورده إيراد الأصول لا إيراد الشواهد يقتضي حكمه بصحته، قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل، بضم النون الأولى وسكون الثانية مضارع أنزل، وفي رواية بضم الأولى وفتح الثانية وتشديد الزاي ننزل، وهي المشهورة، يبقى في ننزل وننزل. الناس منازلهم، وذكره الحاكم أبو عبد الله بن الربيع بفتح الموحدة وتشديد التحتية ابن الربيع
ابن الربيع. ادي ايه طريقه قراءتها بفتح الموحده اللي هي الباء وتشديد التحتيه اللي هي الياء، تبقى ابن الربيع، ما تقراش الربيع زي ما قريت انا الاول. في كتابه معرفه علوم الحديث في النوع السادس عشر قال: وهو حديث صحيح وعبارات صحة الرواية عن عائشة رضي الله عنها وساقه بلا إسناد، وكذا صححه ابن خزيمة لأنه أخرجه في كتاب السياسة من صحيحه، وتعقب التصحيح بما تقدم من انقطاعه وباختلاف رواته في رفعه تارة ووقفه على عائشة أخرى. قال السخاوي في الجواهر: هذا حديث حسن. انتوا بقى زعلانين، ناس يقول لك صحيح وناس يقول ضعيف. السخاوي دخل قال له: موسع انت، هو هنخليه حسن، مش هنقول صحيح ولا ضعيف، نخليه حسن. فهمت بقى؟ عايز يحل الاشكال بقى عشان يروح بقى، عايز ينام زيكم. وفي المقاصد وبالجمله فحديث عائشه حسن. قال ابو احمد العسكري في الامثال: وهذا الحديث مما ادب به النبي صلى الله عليه وسلم امته في ايفاء الناس حقوقهم من تعظيم العلماء واكرام ذي الشيبه واجلال الكبير وما اشبه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة بضم العين وفتح التحتية الأولى وسكون الثانية بعدها نون فهاء ابن حصن بكسر المهملة الأولى ابن حذيفة ابن بدر ابن عمرو ابن حوية ابن لودان ابن ثعلبة ابن عدي ابن فزارة ابن ذبيان ابن مفيد ابن ربيع ابن غطفان ابن سعد ابن قيس ابن عبلان في المهملة الفزاري. يا خبر، لازم يجيب لك جد والعاشر، حاجة غريبة. واحنا هنتجوزهم، حاجة غريبة. لكن ايه دي طريقة العرب، العرب كانوا يهتموا بالانساب جدا، وده ما تجدهاش الا في ايه؟ في العرب بس، ما تجدهاش في اي امة من الامم. ان يقول لك فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان لحد ما ايه؟ دي ما تجدهاش الا في ايه؟ في العرب فقط. روح للهند كده، يقول لك فلان ابن فلان بس. طب مين؟ ما اعرفش. تروح بقى ايه في اوروبا؟ فلان بس. طب ابوه مين؟ ما نعرفش، اصل امه حملت بيه وهي سكرانه، ما تعرفش مين اللي ما يعرفوش ابوه حتى. يعني في اوروبا ما يعرفوش حتى ابوه. لكن العرب لا، مختلفين تمام. علشان كده امه نسابه. فالانساب عندهم مهمه. واخد بالك؟ كان سيدنا عبد الله بن عباس خبير في الانساب، سيدنا ابو بكر الصديق كان خبير في الانساب. يجي له واحد كده من القبائل العرب يقول له اسمك ايه؟ يقول له اسمه فلان ابن فلان. فلان ابن فلان ده اللي هو ابوه كذا واللي عمه كذا واللي خالته كذا واللي امه كذا. كان عندهم خبره في الانساب. فهمت ازاي؟ كان سيدنا ابو بكر مشهور من ايه؟ من نسبه العرب. فتلاقي الحاجات دي كلها مشهوره في ايه؟ في ثقافه العرب يعني. اسلم بعد الفتح وقيل قبله، شهد حنينا والطائف، وكان من المؤلفه قلوبهم والاعراب الجفاء، ثم ارتد وقتل مع طليح الاسدي فأسرته الصحابة أيام الردة بقى، ارتد أيام سيدنا أبو بكر. وبعدين بعد كده أسروه وخدوه متكتف عند سيدنا أبو بكر. راح لسيدنا أبو بكر قال له: أشهد أن محمد رسول الله، أنا حرمت مش عامل كده تاني. فاهم؟ فأسرته الصحابة وحملوه إلى الصديق فأسلم فأطلقه. والمراد أنه قدم المدينة فنزل على ابن أخيه الحر بضم المهملة وتشديد الراء ابن قيس، والحر صحابي أحد الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرجعه من تبوك، وهو الذي خالف ابن عباس في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه، فقال ابن عباس هو الخضر، فسأل أبيا فذكر حديثا مرفوعا كما قال ابن عباس، وحكاية الخلاف بينهما في كتاب العلم من صحيح البخاري. وقيل المخالف لابن عباس عوف البكالي، وهو كذلك في مسلم. قال العلاء: كان للحر ابن شيعي وابن حرورية وامرأة معتزلية وجارية مرجئية، فقال لهم الحر: أنا وأنتم، كما قال تعالى: كنا طرائق قددا. يعني ابنه على مذهب وبنته على مذهب والجارية بتاعته على مذهب ومراته على مذهب. حاجة صعبة. يا الله، كان عايش معاهم ازاي ده؟ مش عارف. الله يكون في عونه، والله عشان كده مات الله يرحمه، استريح. وكان الحر من النفر بفتح النون والفاء، وهو كما في المصباح جماعة الرجال من 3 إلى 10 وقيل إلى 7 وليقال فيما زاد على 10 انتهى. قلت: فهو اسم جمع لا واحد له من لفظ. يعني ما يقول لك ايه نفر مفردها ايه؟ تقول له اسم جمع لا مفرد له من لفظه. ادي الإجابة.
دي معنى ايه؟ نفر. الذين يدنيهم، من النفر الذين يدنيهم بضم التحتية الأولى، أي يقربهم عمر رضي الله عنه منه لعلمهم وعملهم. كان سيدنا عمر بيخلي مجلس الشورى بتاعه أهل القرآن وأهل العبادة وأهل الفضل، علشان يبقى هم دول اللي يقربهم يقوم ياخد رأيه. وكان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه المقدمين فيه وأصحاب مشاورته، مصدر شاورته في الأمر. قال في المصباح: شاورته في كذا واستشرته فيه، راجعته لأرى رأيه فيه، فأشار علي بكذا، أي أراني ما عنده من المصلحة. والاسم المشورة، وفيها لغتان: سكون الشين وفتح الواو، المشورة، وضم الشين وسكون الواو، المشورة. يبقى المشورة والمشورة هي الاثنين. ويقال هي من شارة الدابة إذا عرضها في المشوار، وقيل من شرب العسل، شبه حسن النصيحة بشرب العسل، انتهى. وكان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. كهولا خبر مقدم لقوله كان، أو شبانا عطف على كهولا، وهو بضم الشين المعجمة وتشديد الموحدة الأولى، جمع شاب كفارس وفرسان. ويجوز أن يقرأ شباب بفتح المعجمة وتخفيف الموحدة الأولى، جمع شاب أيضا، كما في مصدر شاب، فيكون على تقدير مضاف أو على تقدير المبالغة كزيد عدل. قال في الفتح الأولى رواية الأكثر، والثانية رواية الكشميهني، والشباب قبل الكهولة. وقد تقدم بيان الأسنان ونظمها للدمياني، للدمياني مش كده ولا للدماميني؟ انا مكتوب عندي غلط، للدماميني. احنا فاكرين انتوا لما عملنا اسناء من الرجال واسناء النساء، وعملناها قصه ايام ما كنا في تعظيم حرمات المسلمين، للدماميني في باب تعظيم حرمات المسلمين. وفيه تقديم أولي الفضل على من عداهم، وإن كانوا دونهم في السن أو في النسب والحسب. فقال عيينة لابن أخي: يا ابن أخي، لك وجه، أي تقدم عند هذا الأمير يعني عمر، فاستأذن لي عليه، أي اسأل لي منه الإذن في الدخول عليه. فاستأذن له، فأذن له عمر رضي الله عنه. فلما دخل، معطوف على مقدر أي دخل، فلما دخل قال: هي بكسر الهاء وسكون التحتية، كلمة تهديد، وقيل ضمير لي هي، وثم محذوف أي هي داهية. يا ابن الخطاب بفتح المعجمة وتشديد المهملة، فوالله ما تعطينا الجزل، أي ما يجزل لنا من العطاء. وأصل الجزل ما عظم من الإيه؟ من الحطم. ولا تحكم فينا بالعدل، هو خلاف الجور، يقال عدل على القوم من باب ضرب عدلا، فغضب عمر لما نسب إليه من الجور، حتى هم بتشديد الميم، أي أراد أن يوقع بضم التحتية به شيئا، أي من العقوبة أو شيئا من الإيقاع، وذلك لجفائه وسوء أدبه معه. فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، أي والأصل في الأحكام التكاليف اشتراك أمته معه، حتى يدل دليل على التخصيص والاقتداء فيما لم يدل دليل على الخصوص مطلوب. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقول خذ العفو أي ما عفى لك من أفعال الناس وتسهل، ولا تطلب ما يشق عليهم من العفو الذي هو ضد الجهل، أو خذ العفو عن المذنبين أو الفضل أو ما يسهل من صدقاتهم. وقول وأمر بالعرف أي بالمعروف المستحسن من الأفعال، وقول وأعرض عن الجاهلين أي فلا تمارهم ولا تكافئهم مثل أفعالهم. وهذه الآية جامعة لمكارم الأخلاق، آمرة للرسول باستجماعه. وإن هذا من الجاهلين، أي المأمور بالإعراض عنه. ووالله الواو الأولى عاطفة على فقال له الحر، والثانية للقسم، ما جاوزها،
وفي نسخة ما جازها عمر رضي الله عنه أي بالمخالفة لا حين تلاها عليه، بل وقف عندها فأعرض عن مكافأة جهله، وكان وقافا بتجديد القاف عند أوامر كتاب الله يعني القرآن كناية عن امتثالها والقيام بأداء ما أمر بأدائه وترك ما نهي عنه. رواه البخاري في كتاب التفسير والاعتصام من صحيحه، وهذا الحديث ذكره المصنف في أواخر باب الصبر وتقدم شرحه. ثم يعني هناك، وفي بعض فوائد زائدة على ما هنا. وعن أبي سعيد وقيل أبو عبد الرحمن وقيل أبو عبد الله وقيل أبو سليمان وقيل أبو محمد حكاها في التهذيب. سمرة بفتح السين وضم الميم، ابن جندب بضم الجيم والدال المهملة وفتح الدال جندب وجندب، بينهما نون ساكنة، ابن هلال ابن حريق، مش جريج، حريق بالحاء، ابن حريج بمهملة مفتوحة فراء مكسورة فتحتية ساكنة، فجيم ابن مرة ابن حزن ابن عمر جابر ابن خشي بخاء وشين معجمتين، ابن لأي ابن عصم ابن شمخ ابن فزارة ابن ذبيان ابن بغيض ابن ريث ابن غطفان الفزاري الصحابي رضي الله عنه. توفي أبوه وهو صغير فقدمت به أمه المدينة فتزوجها أنصاري وكان في حجره حتى كبر، فقيل أجازه النبي صلى الله عليه وسلم في المقاتلة يوم أحد، وغزى مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوات ثم سكن البصرة. كل ده بيتكلم على مين؟ على سمرة بن جندب. وكان زياد اللي هو ابن ايه؟ ابن ابيه اللي الحقه يزيد لابيه وجعله ايه؟ اخوه. زياد ابن ابيه يسموه كده. وكان زياد يستخلفه عليه اذا سار الى الكوفه وعلى الكوفه اذا سار الى البصره، وكان الحسن وابن سيرين وفضلاء البصره يثنون عليه. روي له عن النبي صلى الله عليه وسلم 100 حديث، اتفق منها على حديثين، وانفرد البخاري بحديثين ومسلم بأربعه. توفي بالبصره سنه 9 وقيل 58. وقال البخاري توفي سمره بعد ابي هريره يقال اخر سنه 59 ويقال سنه 60. سيدنا الحسين قتل سنة 60 كربلاء. قال لقد كنت على عهد أي زمن حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما. تقدم ما يؤخذ منه أن سنه كان عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم نيفا 20 سنة، فالمراد من الغلام الصغير في السن. فكنت أحفظ عليه معطوف على كنت الأول، فما يمنعني من القول أي من التحديث إلا أن هاهنا رجالا هم أسن مني. أخذ منهم علماء الأثر قولهم يكره أن يحدث إذا كان في البلد من هو أولى به بزيادة علم أو ضبط أو حفظ أو تقدم سن أو نحو ذلك بل يدل عليه، وهذا بخلاف باقي العلوم فلا يكره تعاطيها للموجود المتأهل مع وجود الأعلم بها منه. متفق عليه. يعني لما يبقى في أعلم منك في نفس المكان اللي أنت فيه حد يجي يسألك قول له ايه؟ روح لفلان تكلمش، حتى لو انت عندك علم، طالما في اللي اعلم منك موجود في البلد يبقى دله عليه. فهمت بقى؟ يعني اما اي حد يسالك هنا تقول له ايه؟ روح دار الافتاء المصري، روح نفسك اسال كل الكتاب. متفق عليه. وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اكرم شاب بتشديد الموحده شيخا أي داخلا في سن الشيخوخة وما بعد الخمسين لسنه أي لأجل كبره إلا قيضه بتشديد التحتية والضاد المعجمة أي قدره، إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه أي كبره. ففي إيماء إلى وعد من أكرم شيخا لسنه لله تعالى بأن يطول عمر المكرم حتى يبلغ ذلك السن، ويقدر الله له من يقوم بكرامته فيدان بما دان به. رواه الترمذي وقال غريب في الجامع الصغير على الحديث علامة الحسن. ونقف على باب زيارة أهل الخير غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وما علمتنا وزدنا علما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبيك وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبيك وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبيك وعلى آله وسلم. عرض قلبك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.